لو فكرت في حديث ظل الرحمن هتلاقي إن في شيء مشترك بين السبعة اللي ربنا كرمهم بهذا الظل يوم لا ظل إلا ظله. اسمع الحديث الأول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سبعة، يعني سبع أصناف مش سبع أشخاص، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب أو فتاة، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه، أو فتاتان، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل أو امرأة تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل أو امرأة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبع أصناف من الناس. ظل ربنا سبحانه وتعالى إما ظل العرش كما يقول المفسرين، أو ظل ربنا يخلقه لحماية المؤمن من حر يوم القيامة. المهم إن هو مكان مليء بالأمان والإحساس بمعية الرحمن اللي بإيده كل شيء في الآخرة. هتلاقي إن كل واحد فيهم، وده الشيء المشترك ما بينهم، اتحط في موقف وأعطي القدرة إنه يختار شهوة نفسه، فاختار الله، فاختارهم الله لأشرف مكان وهو ظل العرش يوم القيامة. وهي دي الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى عرضها على الخلق، الاختيار، فأشفقت السماوات والأرض والجبال منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السبع دول ما كانش فيه حد فيهم ظلوم وجهول، لأن قمة العلم وقمة الخير اختيار ربنا على شهوة نفسي. إمام عادل، حاكم، مدير شركة، رب أسرة، هو حد كبير محدش بيحاسبه، هو قادر على تسخير قوته في خدمة نفسه، لكنه اختار الله، فاختار العدل، وأنه دايماً يراقب ربنا في معاملة الناس اللي هو إمام عليهم. وعلى فكرة العدل بيحتاج لمجهود وقرب من التفاصيل، فتنقلب السلطة والإمامة من راحة وجاه لمجهود وخدمة، إقامة للحق والعدل الذي قامت به السماوات والأرض. فاللي تعب في إقامة العدل مكانه راحة الظل يوم القيامة. اتنين، وشاب أو فتاة نشأ في عبادة الله. كلمة شاب يعني قوة، قوة الشهوة، يعني وفرة في المعاصي في أزمنة الفتن. شاب يعني أنا متصور أن العمر قدامي طويل، فيه متسع للتوبة، بكرة هبقى توب قبل سن المسؤوليات. لكن هذا الشاب وهذه الفتاة اختاروا معية الرحمن، وضحى الشاب ده بما يظن الجميع سر السعادة، وهو التحرر من القيود. هو اختار الله فصار عبد، فرحته من فرحة ربنا سبحانه وتعالى، فعاش في الدنيا في كنف الإله ويبعث يوم القيامة أو تبعث في ظل الإله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، والمساجد هي مواطن السجود للرحمن. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هو علق قلبه بوصل الله في الدنيا في مساجده، فربنا ما قطعوش عن هذا الوصل في الآخرة، واختار له دوام الوصال في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه، أو فتاتان تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه. هم اختاروا أن تكون المنافع المتبادلة ما بينهم مش ده رابط العلاقة، رابط العلاقة الله، أنا بحبك بس لأنك عبد من عباد الله، وفيك من روحي ونفخت فيه من روحي، مش عشان مصلحة نفسي، أنا اخترت الله هو اللي يكون الرابط اللي ما بيننا. فربنا يختارني ويختارك لنفسه في الظل يوم القيامة: واصطنعتك لنفسي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الراجل ده كان إحساسه بمعية الله مسيطر قوي، أكتر من سيطرة تملك الشهوة، في وقت بتدعوه واحدة جميلة وعندها منصب فتعرف تحميه، لكنه اختار الله. وانه ما يفقدش لذة الإحساس برضاه وقت ما يعمل هذه الشهوة والنشوة اللي بتبعد القلب عن ربنا، هذه الشهوة اللي سقط فيها الآلاف بحثا عن اللذة المحرمة، لكنه اختار الله على هذه الشهوة، فكان يوم الحساب في استكمال لذة القرب من ربنا ان ربنا اختاره لظل العرش. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، كناية عن قمة الإخلاص والإخفاء. الصدقة دي بالذات هو بيطلعها حس أنه هيحصل في اللحظة دي على جاه واحترام وتقدير من اللي شافوه بيتصدق، فاكتفى في الصدقة دي بعلم الله.
واختار علم الله واكتفى أن ربنا بس اللي شايفني على الجاه المكتسب من الصدقة. رغم أن صدقة العلانية مطلوبة، لكن في اللحظة دي هو حس أن الأولى تطلع في السر اكتفاء أن الله يعرفني. فكان يوم القيامة في ظل ربه اللي كان عارفه ومحدش يعرف مقامه في الدنيا إلا الله، وهيظهر المقام ده في الآخرة لما نشوفه في الظل. ورجل ذكر الله خاليا، رجل أو فتاة، رجل أو امرأة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في الخلوات بيسيطر الشيطان على شهوة النفس وتسيطر معاصي السر، لكن هذا الإنسان اختار معية الله إنها تسيطر على وصال روحه بربنا سبحانه وتعالى، واختار الذكر في الخلوة مش معاصي السر في الخلوة، فاختاره الله على رؤوس الأشهاد أن يروه في ظل الرحمن. السبعة اختاروا ربنا في وقت كان ممكن يختاروا شهوة نفسهم، فآثروا الله على أنفسهم فاختارهم الله على العالمين. فاللهم يا رب اجعلنا ممن هديتهم في الدنيا لطاعتك واصطفيتهم في الآخرة لظل عرشك.